الفنان المغربي محمد الريفي بيصرخ في قلب الشارع وبيطلب العفو من أمه. انتشر فيديو خلال الساعات اللي فاتت للمطرب الشاب المغربي محمد الريفي وهو في قلب الشارع وبيصرخ وبيطلب العفو من أمه إن هي تسامحه، وده طبعا بعد مشاكل عائلية حصلت بين محمد الريفي وأمه وإخواته. لكن في اللحظة دي هو بيحاول ان امه تسمعه وتسامحه وترضى عنه. وطبعا بعد انتشار الفيديو اغلب متابعين محمد الريفي بنجدوا والدته ان هي تسامحه. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.